شوف فراز قديش مبسوطة. هاي سكراتنا. هاي سكراتنا حلوة ورجعت جديدة. ألوان الفيديو لليوم. وأخيرا اليوم الإجازي. أخيرا عن جد. والاختبار كان كثير سهل اليوم وبإذن الله الدرجات الكاملة إن شاء الله يا رب. طبعا لأنه روز اجتهدت وشفتوا كان هالأسبوع يعني ما صورنا لكم كثير على اليوتيوب لأنه كان شو اسمه مذاكرة واختبارات وضغط، بس إن شاء الله راجعي لكم برجعة قوية. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا اللايك. وين رايحين هلا يا روز؟ عن بيت تاتا. عن بيت الجدة. طبعا هيدي هي فعالياتنا أول يوم إجازي. الإجازي. هلا شو ناطرين يا روز؟ طبعا بس أنا وروز اللي رايحين. متعاونة معاك أخوات روز بالبيت. فيلا نستنى على البيت. بدنا ننام، أنا صراحة ما أدري ليش ما فيني أنام، بس يلا. هلا الساعة 2 الظهر. هيدي هي أول فعالياتنا. يوم الخميس. تخيلوا الناس نص ساعة ناطرين يجينا لوميزين. هلا جاي لوميزين، يا رب ما يكون معه أحد. في شمس صحيح، في هواء بس في شمس. يلا. واخيرا وقفنا لوميزين، واخيرا وركبنا. طبعا اكتبوا لنا بالتعليقات انتوا وين رايحين اول يوم، واكيد بما انه الاجازه اكثر من 10 ايام اكيد راح تسافروا، وين مسافرين اكتبوا لنا بالتعليقات اوكي، وكيف الاجواء عندكم. معلش فصلت الكاميرا معانا رزنا ثانيه، مع انه قلت لها عادي ضلي بالبيت ونامي، بس قالت لي لا بدي اروح معك، فقررت اخذها معي مشوار. المرافقه اللي لي. عليكم السلام. ايش اسمك؟ ايش؟ اسمك ذا؟ فاطمه. نامت نحن وبالطريق. يا عمري والله نعسان تعبان، انا والله قلت لها نامي بالبيت بس هي ما ردت. اليوم طبعا نحن بس حبينا نوريكم جزء من يومنا بالاجازه، وحبينا نطلع عليكم وبس. سلام. وصلنا هذا الفيديو الف لايك، ترى بكره راح نصور لكم فيديوهات. يلا سلام. كملينا شو انه بكره راح نصور لنا فيديوهات حلوه هالاسبوع كلياته. اوكي يلا سلام.